السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفلوق هذا جديد. اليوم انا في ايطاليا، انا جيت تقريبا عندي واحد 5 ايام. من اليوم جيت لواحد المدينه اللي مش حاله دي وانا خصني نزورها، اسمها مو ريجيون اسمه كوستا دي مال امالفيتان. المهم هي مزيونه بزاف، انا شحال هادي وانا خصني نزورها. كنشوف اكثر هي كيمشيو لها لي ستار وكنشوف في لي سيت وداكشي وفي الافلام وداكشي، كتعجبني بزاف خصني نزورها. مي هاد المره عادي عاد كتب. المهم انا ريزيرفيت مي كنت بلجيكا ديجا، وباش جيت لهنايا خليت العيال عند العكوزه ديالي في الوقت ما جا معاهم. بعد قالت لي صافي خليهم، جيت هنا هاد ماشي هاد اليومين هادي، من بعد نرجع ان شاء الله. مديك المطاع فيه ساكنه فيه انا اللي جالسين فيه حنايا تن هنايا تقريبا شي 3 ساعات هكاك. خرجنا مع 7 وصلنا مع ديك 10. هي هذيك بحق المطاع فيه اللي بغينا نزورو حنايا ما كاينش فيه باش باركي الطوموبيل، يعني المطاع تقريبا ما كاينش نهائيا. الوغ شنو جينا لواحد المطاع اخر غنخليو الطوموبيل فيه وغادي نشبر واحد البيوس غنمشيو للمطاع اللي خصنا نزوروه غنزوروه وغنجيو نباتو هنايا. من بعد نهار اخر غادي على غدا يعني في الصباح غادي نفيزيتيو حتى هنايا. حتى هنايا مزيون بزاف يعني، هو مطاع واحد يعني ماشي شي فرق كبير. هي هذيك باش نشوفو اليوم نفيزيتيو هنايا هاد المدينه هادي بوزيتانو. سي صح بوزيتانو. وغدا ان شاء الله في الصباح نمشيو دوما فاليو امالفي. المهم مزيونين بزاف. انا كنت كنشوفهم غير في لي باج هكذا، ولا كنشوف لي ستار بزاف كيجيو لنا هنايا. مزيونه بزاف، جات على بحر، جات بحال الجبل هكذا، وانت حيت كتفه الديور وانت حيت كاينه بحر، وقلت علاش لا ما بارطاجيش معايا. كيبان هنايا مسافه طويله ديال البحر، المطاع هنايا عالي بحال اللي قال لي راجلي، قال لي بحال اللي كيقول باك، كيبان البحر بحال شي زربيه. دابا جينا خلينا هنايا خلينا الطوموبيل في باركين ديال الاوتيل، غادي نشبرو البيت باش نمشيو لديك المدينه. هي جات بحال هكا، جات الجبوله هكذا من فوقي والديور، وانت حيت كتشوف البحر كي جاو ديك الديور هكذا بحال الوان. هي معروفه مدينه عندنا ما تكون بنتكم في شي موطع. هاد الموطع هذا كاينه فيه اوتيل اسمه بيانو دي سورينتو، كاينه واحد موطع اخر اسمو سورينتو، كاينه بوزيتانو في غنمشيو حنايا وامالفي، وهاد الموطع هذا كامل اسمه كوستا امالفي. المهم هو كامل توريستي بحق الموطع اللي غادي نفيزيتي انا، هما اللي زعما كثار كيمشيو لهم توريست. فينالمون انا شونجي دافي، غادي نشبرو الترين غادي نشبرو تما، عاد نشبرو البوس باش يدينا ديك المطاع. حتى شو الا بغينا نشبرو البوس نيشان خصنا نمشيو شي 10 دقائق على رجلنا. انا غنشبرو دابا الترين بعد نشبرو البوس عاد نوصلو لديك المطاع. فوالا انايا ملي نزلنا في المترو شبرنا هنايا هاد البيس، هذا هو اللي غادي ينزلنا في بوزيتانو. هي نورمالمون كنا نقدرو نجيو على رجلنا، غير حنايا عكزنا وصافي، حيتاش باقي غادي نتمشاو بزاف مي غادي نوصلو. الوغ جبرنا هنايا البيس بحق واحد الحرارة اليوم بزاف بزاف بزاف، جبرنا البيس هنايا غيعمل ساعة تقريبا ديال الطريق باش نوصلو لديك الموطع. غير هي تما مستحيل تقدر تباركي طوموبيل، ما عندك كيفاش تباركيها. حتى البيس باش كيمشي باش كيبغي يعمل الدوره حتى كيزوط باش اخرين كيعرفوا ما جيتاش الطريق فريمون معذبه معذبه معذبه، يعني بنادم هذا اللي ما كيعرفش شتيتو خطر. يا الطريق مزيانه معدله يعني ماشي مهرسه ولا شي حاجه، غير الطريق ضيقه.
على هنايا نزلنا في البيوس هذا هو موطا اللي كان خصني شحال هادي نزور. المهم كيبان منظر مزيون بزاف دايما، وانا كنشوف موطا على توريستيك وديكشي كنشوفو كتجيني كاع نزورو. كل عام كنجي لايطاليا كنزور واحد مدينة، حتى ايطاليا فيها فريمون كل مدينة عندها واحد السحر ديالها بوحديتها كيجيني. عندك روما، عندك داكشي تقليدي عريق، عندك فينيسيا رومانتيك، عندك مطاح هذا عاوتاني توريستيك واعر. المهم كل مدينه سبحان الله عندها واحد الشغم ديال. انا النهار اللي جيت ايطاليا جي طومبي اموروز ليطالي. فريمون حتى المغرب عندنا مطاعم مزيونين في تمشي، غير المغرب الله يهديهم ما عندناش عندنا مطاعم زيونين بحق ماشي معروفين، يعني ما كنعرفوش بيهم على برا. يعني شتيتو ناقصين بوبليسيتي، ماشي بحال مثلا مدينه كتشوف شي مطعم ديال السياحه هكذا كتعرفوا المدينه فلان فلاني، يعني كيكون عاملين بوبليسيتي ديالو مزيان ومعدي له الطريق ديالو. ماشي كتجبر مثلا في المغرب كاينه مطعم غزال بحق باش تمشي له فريمون الطريق ديال الموت، طريق صغيره وعادك الطريق مهرسه في الارض، يعني شتيتو مكرفص باش توصل مطعم اللي مزيونين. ما كنعممش بحق بعد مطعم في المغرب، حتى المغرب ديالنا غزال الصراحه. المهم هنايا دابا حنايا باش هبطنا نزلنا البيوس غنهودو حتى القاع. المهم تقدر تجي مثلا غير فوق التصور بحق انا يعني بغيت نهود حتى تحت باش يبان لي منظر من تحت كيفاش غادي يبانو الديور اللي كاينه الفوق. هاد المدينه هادي معروفه بالليمون بسيترون من علامه ديالها زمان. المهم هنايا لي بوتيك هنايا مي كتهود بحق لي ستومبي، هاد لي بوتيك اللي هنا ما عندهمش شي حاجه مزيونه، وعادك سي ترو شيغ، يعني ما عندهمش غير الحوايج عادي، هنايا قميجات نورمال لي كاش مايو هكذا وسي شيغ. حتى جا توريستيك فيها توريست بزاف، وحتى لي كافي هنايا ولي ريستورون سي الدوبل، نقدر نقول لكم سي الدوبل دو بري في مدينات اخرين لي ماشي توريستيك في ايطاليا. هاكسي اوتخو شوز عاوتاني كتجي كتفيزيتي مندار اخر و كتشوف حاجات اخرين. المهم الحوايج اللي عندهم بحال هكذا يعني و عادي. لا فريمون مزيان، مدينة مزيونة تستاهل تزورها. غير دوماج حنايا الصهد بزاف طاح فينا اليوم. وهاد الساحة هادي اللي هنايا معروفة عندهم هنايا هي اللي فيها كليسيا فيها كنيسة. ماش كنت كنفتش مواطع اللي خصني نفيزيتي باش نجي لهاد المطاع، هادي كانت مواطع اللي خصك زعما تجي تزورهم، حتى جات بحال التراسة هيدا كطلع على البحر وميم طون فيها واحد كليسيا اللي تقدر تفيزيتيها. C'est joli. C'est même toutes des dorures sur le mur. Là il y a tout des dorures en or. Elle est petite quand même. Ouais. Je suis venu à Glissière, elle est verte. Elle est verte. Je suis venu à Tvara. Bizarre à la sorte.
هما زعما كيحترموا عمينا زعما اللي ما عنده شي لابس بلا درعين يلبس هادف عليه. حمار عقلك وتفرومه ما خلونيش ندخل، ما كانش شي عندي شي حاجه باش نعمل على كتافي، ما خلونيش ندخل تما. وعامره بزاف، جبرنا نهار عامر عاد ما جيناش بيك، جينا نهار تسني حنايا والدنيا عامره بزاف حقا، اكثر من الناس توريست هادو يعني ماشي الناس ديال المدينه. فاش كتسمع جميع اللغات على ودنا كيقولوا هاي ما عندناش الزهر، جينا فواحد النهار سخون 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 بزاف. ما جا دابا كل ما كنهود كنفكرش ما جاش كيطلعني ديك العقبه. فوالا بحال اللي كتشوفوا جات مدينه بحال هكذا، جاوا الديور الفوقي، الديور الفوقي هنايا، وانت حيت كاينه بحر مي فريمون مزيونه بزاف. انا مش حال وانا خصني نجي نزورو، حصات بزاف الناس ماشيين بمدوله حقنا يتبارش تيتو، واخا كلاصون كتحس بيه دغيا كيدوب. فوالا جلسنا هنايا غير نشربو شي حاجه وناكلو شي حاجه خفيفه، مع ذلك نطلع هاد الطلعات شحال شحال الطريق هبطنا بزاف على رجلنا، ما جاش كيطلع بزاف فين هي كومام بزاف واخيرا وصلنا الماء. بحال كتعرف هذا الوقت كنشوف الماء هكذا قلبي كيفرطط، ما كرهتش نتحشى في وسط منه، وميم طون ما جبتش معايا حوايج العوم، يعني ما جبتش عوالة نعوم، عوالة غير فيزيتي بحق كان موز بالصات، وكرهتش الماء الا نشربو صات بزاف بزاف. المهم فوالا المنظر هنايا كيش كيبان من تحت باش كتشوف من فوقي، فريمون دابا فرحت هاوج حقا، ميم طول كنفكر الطلعه كامله اللي خصني نعاود نطلعها. صافي احنا طالعين بحق، ماشي ديك التصويره من براد الجبل، هودنا غير من نشطيط وعيد. المهم دابا نطلعوا في حالنا نعاودوا نفس الطلعه، وباقي لنا الوقت شتيتو نشبرو بوس ونكون رجعوا لاوتيل، مي دابا ما رجعوش لاوتيل غنمشيو لامالفي. شو سيك سان 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 بيير صحابي مقابر، بان لي غير هذا يا شي جرده كيما بحال مقابر. باش طلع هاد العقبة تندم على شهوتي. الحمد لله ما جبتش معايا ولادي، هنا كنت نحصل تنحز العواول ما كيدورش مع الدباكو من باش تهود تو باغلا كنا نموت كنا ديسونتي وي. الحمد لله كاين الصاط الموت الصاط. فوالا هنايا طلعنا هاد راس العقبة، شربنا شي حاجة، دابا نشبرو بيس باش نمشيو لأمالفي. المهم هنايا كنقطعو الورقة، وهنايا كتبقى تشبر بيس المضاعفي كتسنى بيس، كاينين الناس كيتمشو على رجلهم، وطريق الطونوبيلات ضيقة بزاف. يا غزالة مزيونة بحق والو، ما فيها شي زنايق ديال ستيد، سبحان الله ما نقدرش نعيش أنا في زنايق بحال هذا. مزيونة مثلا غير التارة فيها، شو زنايق كاش عندنا صغارين، الناس كيتسناو بيس، هاي مصيبة. احنا هنا وصلنا لأمالفي، وبغينا في عط ما نرجعوا هاد الطريق كامله عاوتاني في بيس، نشبروا الباطو نرجعوا في مطعم في كنا في اوتيل. مي مالوغوزمون شبرنا هاد فيلا كامله، مي ما كاينش شي بلاصه والو تقاضى، ماشي ما كاينش شي بلاصه تقاضى، اخر واحد كان في الخمسة ديال العشيه، ودابا حنا تقريبا الخمسة ونص.
الو غنرجعو في البيوس تاع هاد امالفي مزيونه، جات واسعه على واسعه على على بوزيتانو. فوالا فينالمون غنرجعو الطريق اللي جينا منها في البيوس، خسارة بزاف ما جبرنا شي باركو. فلتنا على شتيتو، شتو على منظر مزيون بزاف، كتقول بحال واحد القنطرة وتحت بالقنطرة كيبان لك بحر الناس كتعوم، بحال الطريق ضيقة بزاف. شوفو في البيوس على البيوس باش كيكوزو خصهم ضروري يشدو مرايا باش كيقدرو يكوزو من نفس الطريق، فغيمون باش يجي شي واحد على برا يكوز من الطريق شوية صعيبة. وماكيناش لي باركينغ، ماكيناش يعني الطريق هادي الناس كيجوزو منها وكاين والناس على رجلهم، يعني فريمون ضيقه بزاف. غير هي الطريق عندهم معوطه، ما كاينش شي حفافار ولا شي حاجه. عندهم الحاجات دي تروك سامبل هكذا، غير بالطوماط موتزاريلا وبازيليك والدهادين. صباح الخير عليكم. وين دابا عاد نوضنا دابا تقريبا من الساعه 9:30 يا هادي، كنشبروا الطريق 3 ساعات نكونوا في نكونوا تما نوصلوا عندهم مع الساعه الغدا، مشيو عند وليداتنا. صافي دوزناها مزيانه، واحد اليومين رجع البركه الله يخلف. هاد البنت اللي في اوتيل سحب النهار الاولاني كنا كندورو غير قدام اوتيل، واليوم عاد غادي نتسارى وعاد كتعطينا الوراقي، غادي تقولنا مشيو في باطو وعملوا الدوره. قال احنا دابا سالينا ماشي في حنا، نورمالمون كنا نقدروا نمشيو في باطو نعملوا لاكوت كامله 7 ولا 8 ساعات، كينزلك 3 ولا 4 اور في كابري، وكيعطيك كيتيو كام تي ساندويش تاكل في وسط الباطو، تقدر تعوم يعني كتقاي نهار كامل في باطو كتعمل لاكوت كامله. غير هي عاوتاني مشينا في باطو ما نقدروش نعملوا التصاور اللي تصورنا من على برا، يعني في ديك الدروج ولا مثلا فوقي ولا في البحر، يعني كتبقى غير في وسط الما صافي، غير هي منظر اخر عاوتاني. الصراحه ندمت علاش ما عملناش شي باطو، كانت صحاب ليا هكذاك خد بنت لي خدامه في اوتيل كانت وراتنا البارح بان كنا نقدروا نعملوا باطو هكذا، كنت نعملها البارح حسن شحال زيونه كنت نعملها البارح، مي حتى اليوم مثلا ما خدوش كان الوقت ليا قلعوا لعندي عند عجوزتي مثلا، بغيتش نعيقها يومين بزاف مقابله بيهم وعليها عاوتاني بزاف عليها يومين. الوغ كاخدنا كنت مشيت اليوم عملت هذيك لاكوت كامله بباطو عند دخول في حالي، مي سي با غاف غنمشي بعادين ان شاء الله العام ما جي ولا رجعت ايطاليا ولا شي عام اخر ديك الساعه نتا كنعملها في باطو. باطو حسان انت شحال قلتكم في البيس كوميم تمارة، الطريق ضيقه بزاف، وعادك باش تمشي بالطونوبر سي با بوسيبل، ما عندك فيت باركيه. فوالا البنات حنا جبناهم هنايا فتشنا عليهم، كاينه ب 99 كاينه ب 73 كاينه 100 وشي حاجه، المهم على حسب. وكي هاد الحاجه هادو صغارين كيمشيو غير الناس غير شتيتود الناس فيهم، غير ديك باطو ستيتوين. مي ولا بغيتي مثلا تمشي ديك باطو كبير فيه بزاف الناس كاينه 10 اورو 15 اورو وقيلا كاينه 20، المهم على حسب بورتوفوي ديالك. و زعما مره اخرى ولا رجعت نعاود في وسط البحر، حيت انا ديجا عملتها على رجلي، سمعت على رجلنا عاوتاني المنظر اخر حيت كتشوف من فوقي كيفاش عامل منظر، يعني واحد منظر اخر. المهم كنصحكم البنات جون هنايا اللي عاول زعما يجي ايطاليا ولا مثلا كاينه في ايطاليا وبغى يجينا الموطع، فريمون مزيون يعني كيستاهل تجي تزورو. فوالا البنات سي فيني، كل بدايه ولها نهايه، حنا وصلنا في حنا دابا نكوزنا 3 ساعات الطريق، هي اللي جينا مع الساعه ديال الغدا. المهم البنات شكرا بزاف البنات اللي متابعيني، نعطيكم بوسه كبيره.